بفترة من الفترات بابا كان موظف بالتلفزيون العربي السوري هو وماما، ووقف شغل ما عاد إجا شغل كممثل، فبالتالي صار هو عايش على المعاش، يعني على الراتب اللي بياخده من الدولة التلفزيون العربي السوري. بوقت انه هو كان قبل ما يوقف شغل كان شغله منيح وكان اموره كويسة، وكان حريص انه هو نحن كأولاد، كان هذا 3 أولاد أنا وأخي سيف وزيد، كان حريص أنه نحن ندرس بمدرسة خاصة نتعلم لغة، ومع أنه بابا ما عنده شهادة بس هو كان بده أولاده دائما يكونوا يعملوا أفضل ما يكون ويفوتوا على أحسن المدارس. جيتوا هاي الفترة اللي هو 4 سنين من حياته ما اشتغل فيها، فكان عم يعوش نحن عم نعيش على الراتب، فاضطر انه يحطونا بمدرسة حكومية، فأنا انتقلت من مدرسة خاصة لمدرسة حكومية. فبتذكر في بأول المدرسة في رسوم الفيز يعني للمدرسة الحكومية اللي هي كانت 45 ليرة سوري، يعني بوقتها يمكن هدول ما بعرف بيسوا $10 أو أقل تقريبا بدك تقول. فجاي الموجه وعم يلم الرسوم تبع المدرسة لكل الطلاب، فماشي عند واحد وصل لعندي قيس الشيخ نجيب أعطيني رسوم المدرسة. فأنا بوقتها ما كان معي، يعني فعلا ما كان معي 45 ليرة، ما كنت أخذ معي مصاري على المدرسة وما كان معي هذا المبلغ، ونسيت لهم لأهلي أو ما كان متواجد بالبيت يمكن هذا المبلغ، كنا 3 أخوات وموجودين بالمدرسة. فقمت انا قلت له للموجه انا ما معي، ممكن بس تأجلها لبكره. فطلع فيني قدام كل الطلاب وقال لي انت ما معك 45 ليرة، ما انت ابوك مليونير جاي هلا ما معك 45 ليرة، بكره اذا ما بيكون في معك 45 ليرة بدي اقلعك من المدرسه. اوف 13 سنه ها جاد. فبتذكر هاي القصه كثير، يعني حتى قدام اكيد اثرت فيك قدام أصحابي وكذا، ومدرسة حكومية وكنت مدرسة خاصة. رجعت على البيت وقلت له بابا أنه ما بدي أحسسه كمان، أنا بدي 45 ليرة للمدرسة، وما قلت له بابا اللي صار عشان ما يحس بالذنب، بس أنه معلش تدبر لي هلأ يعني لأنه طلبوهم بالمدرسة وكذا. فهي واحدة من الأشياء يعني.